معايا الهاتف الاستاذ خالد درندلي عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق. خالد، مساء الخير. هل انت ضمن اللائحه التي سيعلن عنها كابتن محمود الخطيب لرئاسه لمجلس اداره النادي الاهلي؟ مساء الخير استاذ لميس. مساء النور. طبعا هي القايمه لم تعلن حتى الان. نعم، احنا الحقيقه طبعا احنا 18 اسم بنساند الكابتن الخطيب وداخلين معاه في الترشيح لمجلس الاداره ان شاء الله. وهي القايمة دي مزيج ما بين أعضاء سابقين في مجلس الإدارة وأعضاء جدد، وفي شباب جديد زي ما قال الكابتن إيهاب. ال 18 اسم يعني داخلين بيخدموا النادي الأهلي، وهيتم اختيار بعض الأسماء منهم اللي هي هتكون قايمة الكابتن محمود، على أساس إن اللي مش هيوفق أو مش هيكون له نصيب في إنه يدخل القايمة هيخدم النادي من بره ويساند نفس المجموعة. هو مجلس الإدارة، معلش يا خالد، كم مجلس الإدارة عدده كام؟ مجلس الإدارة رئيس ونائب وأمين صندوق وست أعضاء فوق السن وثلاث أعضاء تحت السن اللي هو تحت 35 سنة، ده وفقا للائحة الجديدة. للائحة الاسترشادية. توقعاتك ايه بالنسبه للمجلس الحالي؟ هل متوقع انه استاذ محمود طاهر هينزل الانتخابات؟ هو رافض ان هو ينافس باللائحه الاسترشاديه، فتوقعاتك ايه؟ والله طبعا انا مش قادر اتوقع الموقف ايه، الموقف صعب شويه دلوقتي، انما انا متهيألي ان هم المجلس الحالي برضو هينظر، لان النادي الاهلي يعني لازم يكون في انتخابات محترمه ما بين الجبهتين، هم مش هقول جبهتين، هم قايمتين او مجموعتين، لان كله بيتنافس في حب وخدمه النادي الاهلي. الحقيقه انا بقول يعني المجموعتين محترمين، وان شاء الله يعني نتمنى ان تكون انتخابات مشرفه للنادي الاهلي ما تخرجش عن النص، وده اللي احنا تعودنا عليه في النادي، وانا شايف ان ده هيحصل، وهيحصل توافق ان شاء الله في وجهات النظر بان الانتخابات تمشي سلسه كده، ويبقى النادي الاهلي هو برضه ما زال الاهلي هو اللي تعودنا عليه في كل الانتخابات. ان شاء الله نعمل في كده. بتمنى لكم التوفيق، ويعني ان شاء الله يعني نستضيفكم عندما تعلن القائمه، ونستضيف ايضا الجانب الاخر عندما يعلنوا عن ترشحهم. انتخابات النوادي بالنسبه لنا مهمه لانها بتهم الناس، بالذات النادي الاهلي بيهمني انا شخصيا وبيهم الجمهور كثير، بس انا شخصيا طبعا انحيازي للاهلي واضح، وده نادي، ده نادي القرن يا جماعه، وبالتالي يعني ملايين بيتفرجوا، ملايين بيحبوا، ملايين يتمنوا ان هو يكون في افضل حال. نتمنى انتخابات نزيهة قوية. كابتن خطيب رجل له باع في الادارة، ليس فقط في الرياضة ولكن ايضا في الادارة. استاذ محمود طاهر رجل بذل مجهودا كبيرا في مجلس الادارة، وقدر ان هو يحافظ على النادي، بالذات النادي نفسه، الخدمات للاعضاء. الاثنين لازم يتنافسوا، لو هيتنافسوا بشكل يعني محترم، واظن ان اكيد هيكون في شكل محترم للتنافس.